السلام عليكم ورحمة الله، متابعين قناة فنون زراعية أهلا وسهلا بكم، أتمنى يا رب تكونوا بخير. هنتكلم عن الفرق بين الزراعة المائية والزراعة العادية ومميزاتها وعيوبها. الفرق بين الزراعة المائية سواء كان في حجر بركاني أو في بيرلايت أو فيرموكلايت أو السن بتاعنا العادي، أيا كان الوسط اللي هتزرع فيه او كان الصوف الصخري، ايا إن كان انت هتزرع في ايه، ده العيب الوحيد بتاعه ان التكلفه بتاعته عاليه. عشان اصمم صاله زي كده عندي الجردل ده او الداتش ده بستة ريال، وعندي المواسير بتاعه السباكه، وعندي قدام محابس كهرباء، وعايز لها محطه تحليه، عايز لها ميه محلاه مخصوص، تمام. ما ينفعش تكون الملوحه بتاعتها 1000 ولا 1500، لازم تكون الملوحه بتاعتها 100 200 300 اقصى حاجه 500 في الاعمار الكبيره، عشان خاطر احنا اتكلمنا في فيديو قبل كده وقلنا عشان نوصلها ل 1700 بالاسمده والمغذيات او المحلول المغذي. فاحنا لو عملناها اعلى من كده المحلول المغذي اللي هيوصل لها هيكون كميه بسيطه، فيحصل عندي نقص عناصر على النبات بتاعي، تمام. المميزات بتاعتها ان احنا بتوفر كتير في الميه بتاعتها، يعني الميه بتاخد كميه الميه اللي هي عايزاها، والباقي بيرجع لي راجع في محطه التسميد بتاعتي. الحاجه الثانيه بتوفر عليا الحشائش، ما بيطلعش عندي حشائش خالص في النبات، حوالين النبات ما فيش عندي اي حشائش خالص. لكن من العيوب ان الحجر البركاني ده بيسخن في مع ارتفاع درجه الحراره، بيسخن حوالين الجذور وده بيسبب لي مشكله في الجذر، فعشان كده احنا قافلين ستائر التضليل في فتره الظهر. من المميزات بتاعتها برضو ان ما بيحصلش عندي اختناق للجذر بسبب كميه الميه اللي بتنزل، يعني في الزراعه العاديه لما بروي زياده بيحصل عندي اختناق، وبالتالي ممكن يحصل عندي عفن جذور بصوره كبيره جدا وبسرعه، ممكن يحصل عندي العفن القطني او العفن الابيض، ويحصل عندي تسمغ في الشجر زي شجر الخيار، تمام. يحصل عندي بياض دي، بيحصل عندي بياض زغبي، بيرفع لي من رطوبه البيت ورطوبه التربه، ده بالنسبه للزراعه العاديه. اما هنا ما بيحصلش الكلام ده، ما بيحصلش عندي لا بترفع لي رطوبه ولا حاجه. حاجه كمان، كميه الاسمده اللي بتتاخد هنا اقل بكتير من كميه الاسمده اللي بتتاخد في الزراعه العاديه، وبالتالي احنا بنوفر في السماد بتاعنا. بمعنى انا لو انا عندي محلول مغذي، عايز اعمل محلول مغذي اللي انا هسمد بيه فتره كبيره جدا، وليكن 150 لتر او 200 لتر او 100 لتر ميه، بجيبهم بحط عليهم وليكن مثال 10 كيلو مثلا كالسيوم، ومعاهم نص كيلو او 300 جرام حديد، ده بيكون المحلول A، والمحلول B بنحط 12 12 36 مع ام كي بي، او نحط معاه نترات بوتاسيوم وبنخلطهم على بعض، وده بيكون المحلول بي. وبيكون عندنا محلول السي اللي هو خافض البي اتش، بيكون حامض فوسفوريك، بيكون لتر لل 100 لتر ميه او لترين لل 100 لتر ميه، ايا كان حسب التركيز بتاعك وحسب الكميه اللي انت هتحطها على كام لتر ميه. فالكميه دي بتعمل معانا بعد ما بنعمل المحلول المركز، اللتر الواحد بيعمل بيتخفى على 100 لتر ميه، واخد بالك معايا؟ انما في الزراعه العاديه احنا بنحط كيلو للبيت في عمر صغير، وبعدين بنزود ال 2 كيلو للبيت الواحد ل 1000 نبات، انما انا عندي ال 5000 نبات دول انا عملت لهم الخلطه دي نص شكاره يا سيدي، اقصى معدل نص شكاره مع نص شكاره مع نص شكاره، بيكفوني قد ايه؟ ممكن يكفوني شهر شهرين شهر ونص، تمام. ده بالنسبه للتوفير في الاسمده. يبقى احنا المميزات بتاعه الداتش باكت او الزراعه المائيه، اولا مش محتاجه ان احنا مش محتاجه معدات لتجهيز الخطوط، مش بنحط اسمده، بتوفر الاسمده سواء كان سماد بلدي سواء كان اسمده كيميائيه او اسمده مركبه سواء كان هيوميك او سلفات بوتاسيوم او كبريت زراعي، ما بنحتاجش الحاجات دي كله في التجهيز، ما بنحتاجش عماله في عمليه التجهيز، ما بيوفر لي في كميه الميه، بيوفر لي في كميه الاسمده اللي احنا بنحتاجها، بيوفر لي في انبات الحشائش، ما بيطلعش عندي حشائش، ما بيكونش عندي نيماتودا، ما بيكونش عندي اي امراض فطريه طبعا الا في العمر الاول. فانت اول ما بتزرع زي الزراعه العاديه، بتحقن مبيد فطري في الاول يونيفورم او اي ماده فعاله هيميكسازول او توبسين ايا كان، لكن نسبه الاصابه بالامراض الفطريه اللي في التربه بتكون اقل بكتير من نسبه الامراض الفطريه في الزراعه العاديه.
العيوب بتاعته ان انت بعد موسم او موسمين اقصى معدل لازم تطلع الديت شباك ده بره وتشمس التربه بتاعتك وبعد كده ترجع تعبيها تاني وترجع تدخلها مره تاني. ده يعتبر العيب اللي انا بشوفه العيب التقيل، يعني انك تقعد تلم ده كله وتطلعه بره وتفضيه وتشمسه وبعدين ترجع تعبيه تاني وتوزعه نفس التوزيعه دي. الحاجه الثانيه ارتفاع تكاليف الشبكه، ان انت عشان خاطر تصممها اول مره، لكن التكلفه دي بتكون مره كل 5 6 سنين، يعني هي مره واحده بس بتدفعها، لكن عشان تدفعها مره واحده دي بتكون التكلفه على اللي عايز ينشئ، وخصوصا لما يكون عندك صاله كبيره زي كده. بس ده يعتبر العيبين الاشهر بالنسبه للزراعه في الداتش باكت او الزراعه المائيه. اما في الزراعه في الارض المستديمه، العيوب بتاعتها ان كميه الميه بتاعتها بتكون كتير، كميه الاسمده بتاعتنا بتكون كتير، تمام، ما بنستفادش من كميه السماد اللي بنحطه، بنستفاد بكميه بسيطه والباقي بينزل في باطن الارض. حاجه كمان، كميه الميه الزايده بتعمل لي رطوبه في الصوبه، بتعمل لي رطوبه حوالين الجذر وبيسبب لي امراض فطريه. من عيوب برضه الزراعه في التربه العاديه او في الارض المستديمه العاديه اللي هي في الرمله، ان النبات بتاعي بيتاخر، يعني حركه النبات هنا بتبان كل يوم، بيكون في فرق بين النبات عن اليوم اللي قبله، اما هناك مفيش فرق، يعني بتلاقي كل 3 4 ايام لما يحصل في تطور او يحصل في تحرك في النبات بتاعي، او هنا التطور بتاعنا بيكون ملحوظ، هنا كميه الميه يا دوبك بتلمس الجذر وبتنزل ترجع لي تاني، انما هناك بتدناها حوالين الجذر وبنعوز نهوي النبات ونعوز نهوي التربه فبنعمل عمليه الخربشه. ده الفرق بين الزراعه في الزراعه المائيه والزراعه في الارض المستديمه. اما من حيث الامراض، الامراض واحده، من حيث المبيدات، المبيدات واحده، لكن هنا التوفير في الاسمده وفي كميه الري او في كميه الميه اللي احنا بنضخها، توفير في العماله من حيث التجهيز، توفير في الاسمده اللي احنا بنجهز بيها، التقليل من الاصابه بالامراض الفطريه، الكمنه الموجوده في التربه، ما فيش عندنا نماتودة لان التربه بتاعتنا تربه احنا بنشتريها جاهزه، وبالتالي ما عنديش اي امراض في التربه. ده كان الفرق بين الزراعه المائيه والزراعه العاديه. نشوفكم في فيديو جديد، شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.